تقول كنت أشوف رؤيا إن سيف يقول لي يا يما لا تنسين الرقم 36، لا تنسين الرقم 36. تقول أصحى من النوم أقول يقول لي سيف في المنام لا تنسين 36. وشو 36؟ تقول وأنسى. واليوم الثاني أو اللي بعده أشوف سيف يقول لي يما لا تنسين 36. المرة الثالثة شفته يقول لا تنسين 36. تقول سجلتها بورقة حطيتها بشنطتي، قلت لا بد أني أسأل معبر وش هو رقم 36. تزوج عبد الله، ويوم تزوج عبد الله وفرحنا ذيك الليلة كلنا، بعدها بيومين قررت أختي وزوجها وعيالهم يروحون المكة يعتمرون. قالت لي يا أم عبد الله ودي تسمحين بسيفي خاوينا، العيال يبونه. قالت ما عندي مانع شاوري. شاورته قال بروح معه والله ودي يا يمه. قالت الله يحفظكم. تقول مشى وبعد صلاة الفجر أنا أنضحى على الساعة 11 نايمة، رأيت في المنام إني على طريق طويل وفيه قدامي باب حديد. جيت أقبلت على الباب الحديد وفتحته وإذا سيف قدامي لابس مبشت ويتبوسم وكاشخ وحوله مجموعة رجال يبخرون معهم بخور. أناظر سيف وأقول له يا سيف ما هو بنت العريس، أخوك العريس. يقول أنا العريس. تقول ما أنت بالعريس، أخوك العريس. يقول أنا العريس. تقول فجأة ركب سيف الإسعاف وودعني. أقول له يا سيف وين رايح؟ يا سيف ارجع. راح. جثيت على ركبتي أبكي. ثم صحيت من النوم قبل أذان الظهر، رحت للصالة لقيت زوجي بالصالة ضايق صدره وقاعد. وراك يا أبو فلان ما كلمني، وراك يا أبو فلان ما كلمني، وراك يا أبو فلان كلمني. قال أختك وزوجها صار لهم حادث بالطريق قبل ماك. وش صار عليهم؟ اخترعت المرأة. طمني وش صار؟ قال إن شاء الله أنهم طيبين أنا ما أدري. أركبوا، أركبت السيارة تقول واستلمنا طريق مكة. أول ما استلمنا الطريق تذكرت الرؤية اللي شفتها، نفس الطريق اللي أنا شفته في المنام. وحنا ماشيين جاء اتصال لزوجي من أقربانا في المستشفى إنه الله يعظم أجركم بسيف. تقول وقف زوجي على جنب على الطريق وبدأ يبكي، ثم قال لي احتسبي سيف. تقول نزلت من السيارة وأنا أصيح وأبكي وناظرت الطريق وتذكرت الرؤية، ثم جثيت على ركبتي وأنا أصيح. من كثر ما احنا متأثرين ما قدرنا نمشي، جانا أحد قربانا وأخذنا للمستشفى. وصلنا المستشفى وثر الجماعة متجمعين هناك. قلت لأبو سيف أبا أشوف سيف، ما أرتاح لين أشوفه. ما حد التفت لي، كل حزين وكل بحاله. سألت قلت يا جماعة وين ثلاجة الموتى؟ دلوني عليها. رحت جيت عند الموظف قلت له يا ولدي أنا طالبتك طلبة، أنا أم سيف ولدي موجود عندك بالثلاجة أبي أشوفه. قال يا أختي ما أقدر، معت محرم، جيبي محرم معت لازم. يخافون من تأثرها وكذا. حاولت فيه ما قدرت، رجعت لقت لها أحد الشباب يا ولدي أنا طالبتك طلبة، خلك محرم لي وتعال أدخل على ولدي. تقول جاء معي. يوم جينا عند الموظف إثر هذا الشاب موظف في المستشفى قال دخلها خلها تشوف ولدها. تقول دخلت، يوم جيت عند الباب الحديد الثلاجة تذكرت الباب اللي شفته في الرؤية. تقول يوم فتحته قال لي افتحيه، يوم فتحته ويهب عليه هواء مثل اللي هب عليه في الرؤية، شفت سيف ويدينه على بعض ووضع الصلاة مبتسم بارد. أناظره ودي حضنه ودفيه. انبسطت يوم شفته، زال عني الكدر اللي بصدري وشفت ابتسامته، وشفت ابتسامته اللي شفتها بالرؤية. صكيت باب الثلاجة ورحنا، ثم أخذوا سيف وغسلوا
ومن فضل الله علينا أنهم أخذوه للحرم يصلون عليه. يوم أخذوه للحرم تقول بعد ما كفنوه أخوه العريس حط بشته على نعش سيف وقال لي قال يا يمه ترى بشتي عليه إذا مرت النعوش شوفي نعش سيف الوحيد اللي عليه بشت. تقول العجيب إني واقفت أناظرهم وهم شايلينه وبالمصادفة اللي بخرون الحرم قدامهم يبخرون وتذكر الرؤية يوم إنه يبخر في المنام. تقول أخذوه صلوا عليه وبعد ما صلوا عليه وطلعوا به طلعوا زوجي وأهلي يدفنونه في مقبرة المعلة وبعد ما انتهوا رجعوا يأخذون الحريم من المسجد الحرام. تقول وأنا معهم وإذا بأحد أقربانا يكلم زوجي يقول له يا أبو عبد الله لا تنسى رقم قبر سيف 36. تقول تحققت الرؤية بالكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويربط على قلب والديه. القصة يا جماعة الخير كتبتها أمه الأخت شريفة كتبتها بالكامل نصا منها مباشرةً.